عسلامة، اسمي رمزي العموري، طبيب مهتم بشأن عام، وكنت عضو في الجامعة التونسية للسينما، عضو هيئة مديرة ورئيس ما بين 2010 و 2017. طلب مني أن أتحدث عن مسألة الحركة السينمائية الجديدة في تونس بعد الثورة. طبعا سأضع العنوان بين ظفرين، ولا مش حاولوا ننظروا له من بعض بحذر، لأنه مازال الوقت للحديث عن حركة سينمائية جديدة في تونس بعد الثورة. سأحاول أن أرصد بعض تطورات الفعل السينمائي في تونس ما بين 2011 و 2018. طبعا من السهل أنه نحكم أو نجزم بأنه الحدث 14 جانفي 2011 كحدث سياسي واجتماعي غير من الفعل السينمائي في تونس، أو أضاف إلى الفعل السينمائي في تونس. سيخت معناتها لأنه أن تحقق فيلم في تونس بعد الثورة مع ارتفاع منسوب الحريات، وأنه في نتذكر 2011 2012 2013، يعني سينمائيين في الشارع مع تشد كاميرا من غير رخص التصوير، تصور في البلايس كل ما يكلمك حد، السلطة مش موجودة، السلطة والقانون أو ما يدخل فيك حد. دونك فما صارت اون سورت دو بروليفيراسيون نتاع تصور. معناتها السينمائيين التوانسة كانوا دون لورجونس دو كابتي لانستون، معناتها حاولوا انه يوثقوا اللحظة هذيك، اللحظة الثورية، هما في وسطها ويحبوا يفهموها ويحبوا وكذلك عندهم هاجس التوثيق في اللحظة هذيك، وما كانش الاستيتيك ولا الستيل، كان من بعد توجيه، معناتها ما كانش هذاك الهدف الأساسي في الفعل السينمائي 2011 2012. نذكر أفلام اللي تصورت، أول فيلم تعدى في عرض خاص في مهرجان كان السينمائي ماي 2011، لا خوف بعد اليوم لمراد بالشيخ. الفيلم هذا هو وثائقي تسجيلي، معناتها كلاسيكي، عبارة عن كرونيك معناتها دو ليبيزود ريفوليسيون، مع ناشطة على الانترنت لينا بالمهني، محامية وناشطة حقوقية راضية النصراوي، وصحفي اللي هو كارم شريف. الفيلم هذا كان أول فيلم ممكن تسلط عليه الأضواء في مهرجانات سينمائية عالمية. الفيلم هذا تونسي، أول لون متخرج تونيزيان بعد 10 سنوات غياب على الكان، يرجع الكان. دونك سيتي اون سورت دو بيرسي دو سينما تونيزيان في السين انترناسيونال. بعد قلنا بتدخل على خاطر الناس كل ولات مركز على تونس، تحب تفهم الواقع اللي صار، شنو اللي صار في تونس، كيفاش الناس تتحدث عن نفسها. ممكن هذاك يفسر اهتمام العالم بتونس، مش للقيمة الفنية للفيلم في حد ذاته أو للسينما في حد ذاته. هذا بعد ننظر فيه بعد سنوات ونشوف اللي هي تغيرت الفكرة ماهيش هذيا. حاب نرجع شوية بالتوالي، السينما التونسية سي مرتضى دونك استفزني بالحديث على تاريخ الجامعة التونسية لنادي السينما. بون أنا عشت، أنا عرفت نادي سينما تونس في 99 في آخر فتراته، معناتها عشنا سينما السلام نقطة استفهام، ويتمنع المهرجان ويسكروا دار الثقافة المراشيق وحصص نقاش مراقبة وكل شيء. ولكن سينما تونسية معناتها عملوها احتفلت ب 50 سنة سينما تونسية، 67 7 2017. بون هذا التاريخ الرسمي طبعا، سينما تونسية تعود لأكثر من 50 سنة. في تاريخها معناتها سينما تونسية مرت بفترات مختلفة. في ممكن السنوات السبعينات، أواخر الستينات السبعينات، أفلام كما صفائح من ذهب بالحكاية عليه بيرم، ولا أفلام العتبات الممنوعة أو تحت مطر الخريف أو عبور محمود بن محمود، أفلام هذوما
يغلب عليهم الطابع الاجتماعي المباشر، أنت المعبأ بالإيديولوجيا وبالدراما، يعني أكثر تحس معناتها الغفله دو سيت، انه السيد اللي عمل الفيلم اللي المخرج او السينمائي تحسه يحب يعبر عن افكار او نظريات فكريه معينه عندها توجهات يساريه في اغلبها، لانهم تبع الافيلياسيون تاع لي سينياست دي زاني 70 تلقاهم يا اما سينياست اماتور يا اما اف تي سي سي، دونك وقراو في فرنسا ورجعوا تونس، دونك في الكونجونكتور هذيك الكل الافرازات ولا نيتاج الكونجونكتور هذيك باش يكون افلام اكثر ايديولوجيك. من بعد الثمانينات ديزون اخر الثمانينات التسعينات جات الدوزيام فاك دو سينما تونيزيان، بون نحكي سو لو كونترول سي فتحي بحذانا. لو فيلم تونيزيان اللي عمل لو ريكور نتاع لونتري في السال دو سينما هو عصفور سطح. عصفور سطح سي فريمون لو فيلم اللي يلخص الفترة هذيك الكل، انه اللي نحكيو على الجسد، على الفرد، لانديفيدو في زاني 70 لانديفيدو نيكزيست با، عندنا لو كوليكتيف لو سوسيال، لانديفيدو ني با ني با. في زاني 90 لانديفيدو اللي يحب ينعتق من المكبلات ومن الحواجز الاجتماعية والثقافية اللي عايش فيها، وصار نوع من التحرر الفيكتيف، معناتها تحرر على مستوى الصورة على الأقل، مستوى البروبو سينماتوغرافيك في الأفلام اللي شفناهم في التسعينات والسنوات الثمانين. وغاب الواقع، غاب الشارع، وسقطنا في فخ انه الشعب او المواطنين التوانسة ولات عندهم فكرة، ولا ولينا نسوقوا الفكرة انه سينما الحمام، سينما العري، سينما هذا، وقعدت فكرة السينما التونسية عند عامة الشعب انه هذيك هي السينما التونسية. البريود 2000، بداية 2000 فيها دي سينياست نسميهم انا دي سينياست اوفني، مساكن جاو اونتر لي دو، لاهم 90 لاهم تاع التسعينات ولاهم بعد الثوره. سنة 2000 دخلت الفيديو، تبدلت الكونسيبسيون تاع الافلام، السينما تبدلت ولات اسهل، ونجمو ما عادش اون ديبون دو بروسيس، خاطر طبعا تعرفوا نصور اللي التصوير كان بالبيليكول معناتها 35 ملم 16 ملم، سي دي كاميرا اليوزنو برشا اللي هما كبار، عملية الإنتاج صعيبة، مش أي واحد عنده نفاذ لوسائل الإنتاج، وتتكلف طبعا هي صناعة معناتها بالأساس. ومع الفيديو، مع دخول الفيديو، ولات لو جيست سينماتوغرافيك ولا أسهل، ولينا نجمو ندخلوا الفضائيات أكثر، ولينا نجمو زادة نختزلوا ممكن صناعة الفيلم في بعض الأسابيع اللي السينما ما يستناش 5 سنوات ولا 7 سنوات باش يعمل مونتاج فينانسي ويفركس ويشوف، لأن الفكرة ما عادش باش تولي متماهية مع الواقع نتاعها وتحكي الواقع. نذكر في الفترة هذه، في فترة 2000 طبعا جيلاني السعدي، عرس الفيف معناتها فيلم محطة، ونذكر زيادة رجاء عميري، السينمائيين هذوما الاثنين استرجعوا البعد الاجتماعي السوسيال للسينما في الأفلام نتاعهم، وأضافوا لهم الانعتاق وقيمة الفرد في الفيلم. يعني الفيلم نبقى الانديفيدو يون فيليغران لا سيتواسيون، لا سيتواسيون سوسيال بوليتيك كولتوريل دو بيي، دونك ولينا نشوفوا أكثر تونس في الأفلام هذوما. ولينا زادة دخلنا للهامش، عرس الذيب سي فريمون لا مارش دو لا سوسيتي، معناتها فيلم يتعدى ليلة كاملة في الليل مع ناس مهمشين في قضايا ممكن ماهيش من القضايا الكبيرة اللي تعالجها المجتمعات، ولكن هذوما ناس ما يتحكيش عليهم في ديسكور اوفيسيال ولا ديسكور في التلفزة ولا في أفلام نتاع المنظومة الرسمية، ولكن شفناهم في أفلام جيلاني.
نجيب 2011 طبعا انا ما حكيتش على المدرسه الام اللي هي جامعه التونسيه للسينمائي لويت، ما حكيتش على مهرجان فيلم لويت في قليبيا. وهنا ما نعرفش اذا كان تعرفوا اللي فما فيلم تعمل 2006 سامي كليلي سون بلان، نفس لا سيتواسيون ليمولاسيون تاع بوعزيزي تعملت في الفيلم، سي فيلم بريمونيتوار معناتها تعمل 2006 وخذا لو بري دو ميير فيلم في فاك 2006. سامي كليلي هو بيدو كان تسأل معناتها ما يكونش توقع، ما هي الفيلم هذا استبق معناتها من القاهرة الفتاة الشاب اللي يمثل في الفيلم حرق روحه في كرسك. 2010 24 ديسمبر 2010 علاء الدين سليم ما بين 24 ديسمبر 2010 و 10 جانفي 2011 une série de 4 épisodes de vidéo اسمهم chronique d'un homme ordinaire يوميات رجل عادي. C'est des vidéos يعملهم في دار ومازال ما نخرجوش نصوروا في الشارع، ولكن هي سي اون سورت دو بريزونطاسيون مع دو ريبريزونطاسيون تاع السيستيم موظف اللي خرجوا السيستيم تاع بن علي، موظف عنده راتب محترم عنده أطفال وعايش في المنظومة، مستفيد من المنظومة، يحاول يعملوا إن سورت دو ميز أون أبيم في السيري دو كاتر فيديو هذوما اللي تشهروا برشا وداروا معناتها داروا في برشا بلايص في فضاءات في العالم، ولكن للأسف التوانسة ما شافوهمش لأنه سي دلاغ فيديو سي دلاكسبيريمونتاسيون، مازلنا ما وصلناش باش نشوفوا اخر واحد فينا تاع علي بن سليم اللي يخرج في القاعات والناس تعرفوا ياخذ جايزه من بعد في فينيس. هذوما ممكن محطات في الافلام اللي يوريو اللي انه الفاعل السينمائي في تونس راهو معناتها متواصل، وانه حركه وانه الحدث 2011 اذا كان اضاف حاجه للفاعل السينمائي في تونس راهو فتح الفضاء العام للسينمائيين التوانسة وخليهم مع التطور التكنولوجي خليهم انه تحقيقهم للافلام يكون اسهل واشمل، واي موضوع في تونس يعني توت ان سوجي ابوردابل سوجي نقصد به موضوع كما نقصد به الذوات اللي هي يعني ولينا احنا توانسة مع الفيسبوك مع التصاور مع الكاميرا معناتها اون بو ابوردي ان تونيزيان فاسيلمون في 2011 2012 نجمو نحكيو مع اي انسان اي بروفيل في الواقع بسهوله اللي تخلينا ممكن نطرقوا المواضيع مختلفه بطرق مختلفه. باش نذكر شويه افلام اللي تعملت في 2011 2012، نذكر نحن هنا تعمل في جبل جلود عبد الله يحيى، نذكر ثوره غير درج رضا طليلي، نذكر فلاقه 2011 رفيق عمراني، نذكر كذلك فيلم دوكيومنتير اسمه بابل بابلون. بابلون هذايا الناس الكل تصور في القصبة تصور في تونس، ولكن الثلاثي يوسف الشابي على الدين سليم واسماعيل مشاو هزوا برشا ومشاو المخيم الشوشة في الجنوب وقت اللي صارت ليبيا طبعا يا ابو الفوسفات تعمل 2011 سيمي كليلي. بابلون وقت اللي هبطوا الاولاد معناتها هبطوا المخيم شوشه ما كانش ان روبورتاج ما كانش ان دوكيومونتير على الكونسنتراسيون دي ريفوجي في الكون شوشه، مي سيتي فريمون ان جيست ارتستيك معناتها اون سورت دو بيرفورمانس ارتستيك اللي تخلينا ندخلوا في السونسوريال ما عادش ندخلوا في في التسجيل الكلاسيكي العادي الذي يسرد او يصف ما جرى في مخيم الشوشه في 2011. الفيلم هذايا ممكن كان تعبيره من تعبيرات حركه اللي هي حركه سينمائيه تكونت في الفتره هذه، الحركه سماوها بوليتيك. هنا نسخت بس خيل ما بين البوليتيك والسينما. واس اسكو معناتها الناس هذوما كان نشوفوا الاتينيغير نتاعهم معناتها المسار نتاعهم السينمائيين هذوما هل كانوا منتظمين حزبيا في احزاب اليسار او في احزاب اخرى؟
هل كانوا عندهم تجارب سياسية سابقة؟ لا، هذوما الناس جايين من لاغ فيزيوال، من السينما، قراوا في مدارس الحكومية اللي اتعملت في بداية 2000، مدارس اللي درس السينما والمولتيميديا والبوزار، وكان عندهم انفتاح كبير ما بين معناتها il résiste à ce cloisonnement entre les arts. ما عادش السينما وحده هو اللي يلزم تحترف، السينما وحده، البوزار وحده، لاغ فيزيوال وحده، منفتحين مع بعضهم في الخدمة هذه وخلقوا ce collectif. نقرأ لكم le manifeste de ce collectif، جملة منه مقتطف اللي كتبه اسماعيل. دونك نذكروا اللي مثلا سينما نوفو في البرازيل، جلوبال روخا عمل له مانيفيست، ايزنشتاين فيها مانيفيست، زيغا فيرتوف في النوفيل فاك فرونسيز، معناتها لي جروب مينفيتكين، معناتها ايزافي ان تيكست اللي هو فريمون عبارة عن أرضية عمل اللي يخدموا عليها الناس هذوما. المقتطف يقول بون بالفرنسية، هو né du désir même des artistes de se regrouper entre eux, l'exposition politique propose des travaux qui remettent en cause l'ordre esthétique établi pour mieux remettre en cause les ordres établis politiques, moraux ou sociaux. Cette partie manifeste témoigne du مستوى الوعي نتاع الفاعلين السينمائيين بدورهم التاريخي في اللحظه التاريخيه هذه، انه في 2012، لانه التغيير في الشكل اهم من التغيير في المضمون في حد ذاته. يعني المضامين كانت متاحه، يعني بن علي ما كانش عنده ضغط كبير على او سانسور في حد ذاته، كنا نجموا نجاوزوها بطرق مختلفة في السينما حتى قبل 2011. ولكن التجديد، معناتها كيفاش نعمل حاجة جديدة في السينما بعد 2011؟ هذا السؤال كانت الإجابة عنه أنه أو نيفو دو لا فورم، نيفو دو الإستيتيك. ويأكدوا زاد أيزنشتاين في كتاباته، يقول لك معناتها إذا كنت تحب تجدد في السينما راهوش تجدد أو نيفو دو لا فورم أو نيفو دو الإستيتيك. إيزون بويزي دون سو ديكلوزونمون معناتها أونتر لي زار، وإيزون créer une nouvelle image cinématographique. Bon, on a fait une petite sélection par film. Même si l'ordre d'auteur de la ville de Thaqaf, on a fait un peu de gavet. Mais qui ont marqué cette période. Je vous remercie si vous ne les voyez pas, je vous remercie si vous ne les voyez pas, vous ne les voyez pas, vous ne les voyez pas. Nous avons fait un film l'ours d'argent en Berlin, en 2016. C'est un film produit par le système normatif. C'était une productrice, Dora Bouchoucha. Un réalisateur, Mohamed Bounataya, qui est le long métrage. Le réalisateur Mohamed Bounataya, qui est le domaine commercial, il participe à un atelier de création, d'écriture de scénario, à l'aide de la Bouchoucha, suite écriture. Elle adopte ce scénario et arme le film. نحبك هادي 2016، نحبك هادي ياخذ لو بري في برلين. البري هذا معناتها ما فيش حتى لبس، معناتها سي ان بري ديفيسيل، معناتها ميور اكتور ولا ميور بريمير اوف. الممثل الرئيسي مجد مستوره، صديقنا، معناتها مجد صديقنا ورفيقنا، معناتها ومؤسس حركه كلام الشارع في انطلاقا من 2011. Un autre film, Mouhab, Tamal Elfino Khomstach, Esmoul Gord, de Hamza Aouni. Mahouch, un simple documentaire, Gord, le film, Mata Kad, de Tamal Fmania Senawet, Mania Senawet, Hamza Aouni, Teba Fi Zouz Garada, Film Hamdea. يتبع فيهم ويصور فيهم بطرق معناتها مختلف لي ميديوم اللي موجودين، معناتها لي سيبور، معناتها الكاليتي نتاع التصوير ماهيش مهمه بقدر ما طريقه التصوير هي اللي مهمه. 8 سنوات ويخرج بالفيلم هذايا اللي فيه معناتها اون سورت دو، معناتها ما عادش اون كرونيك سوسيال عاديه، ولات اون اكسبرسيون تاع سيت جونيس اوبريمي، سيت جونيس اللي تعيش على الهامش نتاع المدينه. المحمديه قريبه وبعيده برشا برشا معناتها على تونس.
ان اوتر فيلم سبيس تري سبيسيال تعمل بتليفون. الفيلم هذايا اتشو ان كازا نتاع صديقنا بالحسن الحندوس. سان جورنال انتيم فيلمين. الفيلم هذا تري راديكال في الخدمة نتاعو. الفيلم وي مي الفيلم هذا بالحق عمل معناتها الى ابروندي لو في سينما تونسيا في تونس. نوتر فيلم زاد فويي اسماعيل بحري. فيلم يدوم 30 دقيقة كاميرا في الشارع قدامها حرمة بيضة والريح يهز ويرجع ونسمعوا كان في الاصوات بوليس نسمع في اصوات الفضاء العام وفات لسباس بوبليك انفيزيبل هذا هو فوي ذاك الاهميه نتاع الفيلم هذاك كما يلا يو ليدي باش يخدم الفيلم هذا ويلا اوزي فير سو فيلم فون دو نور شيرش اللي معش كون نحكي على العون نتعلش هذايا العون صديقنا في كندا ونقول يتفرج في شيرش شيرش وليد مطار اللي هو من نوادي من سينمائي الهوات وليد مطار ومن سينمائي اللي فريمون يزون ماركي معناتها 2000 سنوات 2004 2003 2005 في فاك كبيرة سي عبد الكريم معناتها سي فيلم معناتها معارضة سينمائية الفيلم الكبير لايزنشتاين شيرش فريمون سي في صلب الموضوع الاجتماعي في معالجته لقضايا كونية لقضايا للعولمة اللي قاعدة تفسخ منا الإنسانية نتاعنا معناتها بغض النظر على انك تونسي او فرنساوي دي دو ريف دو لا ميديتيراني اوني اون سوبي لو ميم سور un autre ma couche juste maintenant je cherche un autre film اللي هو مهم برشا زيد The Last of Us اخر واحد فينا علي الدين سليم اخر واحد فينا سي فيلم راديكال على خاطر يستفز الفيكسيون الروائي السينمائي الفيلم السينمائي الروائي الطويل وينحي لو ديالوج ما عادش فما ديالوج ما عادش فما بروبو ماهوش هذايا فريمون يعبر على اللي حكيته من الاول اللي هو لا ريفولوسيون ولا لو سينما ريفولوسيونير اللي ريزيد اون ريزيد او نيفو دو لا فورم مش او نيفو دو بروبو لو بروبو ما عادش مهم معناتها لو ديالوج لو دي معناتها مكونات الصوره السينمائيه ممكن هي تغطي على على الديالوج في حد ذاته ذا لاست اوف اس يتخلى على الديالوج ويحكي لنا قصه تنتمي الى السينما مش الى السينما التونسي هذا معناتها هكا افكار مشتته شويه على الكلام اللي قلته بون معناتها الشيء هذا حكيت على افلام ما حكيتش على مدارس فما حركه عندها مانيفيست فما دي سينياست فما افلام ولكن في غياب سياسه سينمائيه واضحه في غياب معناتها أرضية تشجع على الإنتاج يعني طرق الإنتاج أو دعم الإنتاج في تونس قاعدة هي بيدها اللجنة هي بيدها نتاع وزارة الشؤون الثقافية تغيرت ممكن الأشخاص في وسطها ولكن ما كثرش الدعم ما لو بارك دي سال معناتها أنا باش نصور أفلام في الآخر باش نشارك بهم في مهرجانات وكما نوريهمش للتوانسة في الفيلا ولا في العروسة ما عملت حد شيء ولكن هنا عندنا لي باسور ديماج سيرت انا توا عشت 7 سنوات كعضو هيئه في عضو مكتب جامعي في الجامعه التونسيه للسينما عدد لو السينما من 34 وساعات يتقلص وساعات يزيد ولكن كبرت الحجم انتشار الجامعه ماهوش في نفس الحجم تاع سنوات 70 80 ولكن ما فماش كان الجامعة التونسية للسينما ونواديها التي تنشر السينما التونسية داخل البلاد لاحظنا انه فما ديزينيشاتيف مبادرات محلية فما جمعيات فما ناس حتى اشخاص فما سينمائيات عاودت فتحت من جديد معناتها الافلام اللي تحطم ارقام قياسية او في عدد نسب المشاهدة ولات كثيرة عن اخر واحد توا في عينيا معناتها اللي فات 100,000 اونتري قبله معناتها شو اسمه هادي كيف
جاده كيف كيف هادي بون جاده ما حكيتش عليه خاطر جو لو كلاس ما كان خليها في الثمانينات في السبعينات في السبعينات مازلت سلمى بكر مي معناتها راهو يلزمنا توا نستحفظوا على الشيء اللي عملناه او نيفو دو ليستيتيك او نيفو دو لا فورم او نيفو دو في السينما il faut accompagner ça par une politique claire une politique qui favorise qui entretient aussi cet essor ce renouveau du cinéma tunisien ceci ne veut pas dire maintenant les cinémas kabyles qu'un très beau lettrir non maintenant c'est vraiment la forme qui change le thème change la conjoncture change j'espère que maintenant رؤية السياسي للفعل السينمائي في تونس تكون أكثر بلو سنسيبل للفي استيتيك أكثر منه للبروبو ولا لودي في وسط الأفلام. ميرسي. والله جست بتيت رمارك حكيت لكلوب السينما حاجة عادية جدا وقت اللي تشوف الشانجمون في العالم الكل تو ماشيين الناس الكل في الفي او دي الفيديو اون ديماند المنتجين ديجا ما عادش يلاوج باش يمشي يلاوج في السينما وقت اللي نتفليكس تنجم البرودوي نتاعو يتشاف دي مليون دو فوا دونك دي مليون دو بيي ما عادش يلاوج على السيني كلوب معناها نحن في جوستومون يمكن هذايا نجمو نحلو بيه بورت ديسكسيون مي اللي نحكيو عليه كله باهي مي اسكو سيت جينيراسيون جاي باش نجم تمشي للسينيك تيرا ما نمشي للسينيك انا نمشي لا 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 ما مش نحكي انا ايرونيك جيرونيز بور كيما قال مرتضى جيكزاجير معناها فهمتني سي انت تو دوفون اون جينيراسيون انديفيدواليست زي جينيريشن اللي هي جايه توا حتى من السيرفو نتاعها لي سيونتيفيك يقولوا لا ميموار ما عادش ينجم يشد لو تو دانفورماسيون على التايم لاين اللي يشوف فيه الملايين في النهار ما عادش ينجم يشد المخ نتاعو ينو بو بلو سو كونسونتري معناها انا جو سوي ماريا معناها الى 23 زون كي نحكي معاها اكثر من دراج ما عادش تسمعني مش بس سي امبورتون راه سي امبورتون خاطر علاش خاطر نوتر ديسكور اي نوتر اكسيون يلزمها ال سادابت سو بو اليوم تو قال مرتضى كومون علاش لو كونسيرفاتيزم سوسيال غلبنا علاش سي برشا غالب عنده ربي وعنده تكنولوجيا هو يخدم باساليب بسيطه وسهله وتمشي ديريكتومون يغلبك وقت اللي تقرا له بيان تقول له ثلاثة ايام ما يقراهوش فهمتني ما عادش ينجم انا ما راني مانيش ضد المجالات الفكريه ولا الحاجه ما اما ست راهو ماهيش قاعده تتباع خاطر حتى الكبار بيدهم قاعدين يسداب ست نوفيل جي ماذا بيه يقراها في ارتيكل في ينزل عليه يكليكيها على ديجيتال ما عادش يقراها فهمتني دونك تو لو موند اي اون تران دو شانجي كان نحبوا اون ريوسي وكونوا نمشيو للناس بان ديسكور يشبلها مش ان ديسكور اليوم عندك اكبر من ثاني اكبر تو دو بينيتراسيون على لي ريزو سوسيو في العالم Tu as 7 millions de Facebookers, tu as 1 600 000 Instagrammeurs, tu as des influenceurs, les agences, moi je me suis les Instagrammeurs. Donc, le fond en termes, le fikri, je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de سون بريتونسيون احنا في تونس لا غوش تونيزيان احسن غوش في العالم العربي لان منحيه من لي دوغ مفسخه عند لا فامي ليبر انسى كل دي جيد عندنا دي حركه نسويه قويه عندنا فهمتني ونحن نتعاركوا في الميراث تو ليش نتعاركوا اسكو المراه تخرج من الدار ولا فهمتني دونك لو فون الي بيان تو وين الاوتبوت باش نمشيو نحكيو مع الناس انا معناها تو قبيل حكيت مع اللي فات مع فتحي على المواطنون ماهيش ضد في الفون لا فورم بيان ما قريتوش انا البيان والله لا قريت عملت كي قريت من لوتا الاسامي طف طف فما عنديش وقت وعلاش انا قبيلة جبت على المشاكل خاطر ما عنديش وقت اون با لو تون دو باردي باهي نعرفوه عندك 3 4 5 نقب تك 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 ونتعدى اللي نحب نقوله سي
اون دوا ريفليشير سورتو حتى من بعد فهمتني كيفاش في الاوتبوت نتاعنا يكون ممتاز فهمتني. الحاجه الباهيه تو مثلا جراس ليكريتور من الاول الحبس كذاب حيره من بعد مثلا كتاب عز الدين اللي تو منصف الريب يخدم عليه في فيلم. صدقني كي نخدموا نظرات امي نحن في فيلم 20 30 50 100,000 يعرفوا الاستوار دو لاغوش تونيزيان اكثر من 30,000 كتاب. علاش؟ على خاطر انا سي تريست دو لو دير فهمتني؟ معناها كي بابا بتاريخه ولا شنو يعرفوه في التلفزه معناها اوتر جيومي المين ستريم على خاطر انا تفتلكت ودرا شنو فهمتني؟ علاش خاطر قعدنا فيرتيكال قعدنا فكريا ودايور حتى في الموسيقى الناس اللي تعلمنا عليهم معناها مثلا الحمام البيث البحث الموسيقي كانت فرق ماهيش بوبيلير بوبيلير عند النخبة بوبيلير عند النخبة معناها الناس عباد كوابسي يقولوا لي كفار بحث الموسيقي فهمتني. معناها أنا وقت البيت مثلا واحد من الناس نحكي على مونيكس نقول أنا لو خاطر مونيكس بيريونس بيرسونيل بتاتر مخلط بين السياسي والفن صحيح تعلمت على الحاجات القليل اللي مسوني بحث الموسيقى بتتر اللي يشبه الموسيقى مسوني أكثر ولاد بو مخلوف حمالي ناجيمي رضا ديكي ديكي أمازيغ. علاش خاطر موسيقتهم مودرن معنى جبال الكيف العالي مودرن منطيق الذل تاو تغنيها تضرب دونك واللي وتكملت الحكاية ذيك من بعد ياسر جرادي بعد ثم في رق معناها اندثرت فهمتني من بعد بديع ابو حريزي من بعد برشا من غير ما نسمي دونك سيت نوفيل فورم قاعده تتاخذ مي مالوريزمون بعيده على بعيده على الموفمون سوسيال كيما احنا رانا بعاد على الموفمون سوسيال كيما احنا توا بعاد على الموفمون سوسيال فهمتني. خاطر مانيش فاهمين الناس فهمتني كيما يقول لي الاخر نحبوا تونس ونحبوا الوطن مش شنو هي تونس فهمتني برا امشي تاو هوني الناس تاو وين صاور نصر الدين ها هوني باب المناره برا قولوا الوطن فهمتني. معناها واحد حاشاكم ما عنده سيده ويدهن بالفيكس معناها هكاك بالضبط فهمتني هو صحيح الاغونيزي واحد يقول هاي الامل الديسكور تاع الامل والديسكور زاد تاع اللي كيما تكتب سامحوني في المبيات تاع تونس في خطر الا يردها تونس فهمت. مش انا نحكي راه نحكي بصوت مواطن تونس هاي نعملوا سونداج هز له تو قول له تونس في خطر لا يرد الخلايا والديها خو موا انا ما ميت ميت يخان موتوا الكل مع بعض فهمتني. لا كوش نو دوا بلو اتر كرياتريس دو ميزير ال دوا كريي دو برودوي اللي يشبه لهم مي اوسي كريي مش حتى الاسبوار دي سوليسيون ما يهموش في الاسبوار الاسبوار اللي في فيفر يحب دي سوليسيون يحب يشوف غدوه معناها كي نحكيو على لا كولتور كي نحبوا نحكيو على لا كولتور نحكيو على لي فون هذوما معناها الافلام اللي حكيت عليهم الافلام اللي مثلوا لو سوسيال كان لي دوكيومونتير ماك تعرف انت علاش خاطرهم ما يتكلفوش فلوس خاطر نصر الدين السهيلي وقت يصور 5 سنين ما حاشوش فلوس فهمتني. بورتون الفيلم نتاعو سامحوني 10,000 فوا بلو بوانيون كون نحبك هادي علاش؟ لا اي نحكي لا منين الفون ما ثما فرق خاطر انت قبيله كنت قلت ضرب وشوشه ايش نحكي ضرب وشوشه اطلع لفرير داردين واطلع لليون اوروبي شنو لي فون اللي يحبوه نحن توا نو سوم دون اون كولتور اللي يحبوا هما الا فينانس ils sont en train de financer que le هذاك علاش مثلا انا واحد من الناس السينما التونسيه ما نتفرجش فيها خاطرها مش سخونه مش فات اللي خاطرها مجعوله باش تقول هذا فهمتني. كونتريرمون الموسيقى الموسيقى علاش سهله ياسر خاطر ايكونوميك خاطر اليوم كلاي بي بي جي يجيب واحد يخدم له موسيقى ب 500,000 يسجل ب 500 يميكسي واحد الكليب كله بدنيته كله يعمل زوز ملايين يعمل بهم 15 مليون فيو يقلب سليخة النظام والواحد ويقلق الناس فهمتني. دونك لا موزيك سي تيبارنيي معناها لا
سيت جون ميوزيك لا معناها فهمتني اللي ايبارني على خاطرها راهو متلقى باش تلقى مي مالوريزمون اللي با ديوري يعني انا اصحابي اللي بداوا معانا تو كل بخلاف كلكوزان اللي هما انجاجي كيما ياسر وياك كل مشاو للعفس كل مشاو للعفس دونك سو كون دو بيتيتر زاد من الحاجات المهمه اللي كون دو بروبوزي في الكولتور معناها مع لي راسيس كل سوليسيون كونكريت اللي هما واضحين راه بالنسبه للموسيقى لي دروا دوتور لي دروا فوازان فهمتني ونحذر ونمشي وعلى اصحابنا في مجلس النواب كي سون اونترا هذا هو وقتها وقت اللي لو شون كولتوريل كل يتبعك خاطرك انت ماشي تضرب البنيه اليوم صحابنا اللي في اليسار وفي الديمقراطيين وفي انا حكيت مع نواب حركه النهضه مستعدين يسرعوا في الدروا دوتور اكثر من من الناس سواليزون ديمقراطيين فهمتني على خاطر كري لي دروا دوتور كري لي دروا فوازا فا كري ان اندستري دو ميوزيك بار كونسيكون ما عادش يولي الفنانين تحت رحمه الوزاره نتاع الثقافه اللي هي تحدد انت شنو تو بريت اليجونس تاخذ تو بريت با اليجونس ما تاخذش واضح الحكي بالنسبه للسينما لو ديجيتال سورا اون سوليسيون مهمه ياسر خاطر تو كي تقول 100,000 فيلم اكثر فيلم تعمل في عينيه 100,000 ضحكه 100,000 ضحكة راه 100,000 بارابور اللي نشوفوا فيه في العالم ضحكة معناها أنت تشوف في في بارابور المارشي التونيزيان باغ دو سال عندك 20 سال سينما مي جوستومون يفو سورتير دو القالب نتاع الكلوب سينما نتاع السينما نتاع تلف زي يتكسر زعما مازال ثما تلف زاد دون 20 ans زعما مازال ثما عبد باش يغلب امازون وهولو نتفليكس نو ليش انا اليوم نعطيك انا نعطيك اكزومبل سير برشا عبد الحميد بوشنير فيلم دشرة فيلم دشر قدم مطلب ده مرفضو في جي سي سي رفضو رفضو في كومبيتيسيون بالضحك لا ريزون على خاطر ان فيلم دو جون سي فيلم دو جون شنو معناها فيلم دو جون غير وفي للمبادئ الاساسيه الاصليه اللي هي بقات اسمها يزك حنا بعد يجري في افريقيا فهمتني وفيلم ماليان البلان طول ساعه ربع ميساج فهمتني اما كي يبدا فيلم دو جون جوستومون tout ce qui est différent à le film de Jean. Il a fait son film à 120 000 dinars, 120 millions. 120 000 dinars. Il a fait un long métrage à un acteur de 20 festivals. Il a fait un salaire. Avec les moyens du bord. Moi, je sais que le jour, il a fait un film de 2 ou 3 milliards. يتفرس فيه الجمعة وبعد يعطيهم قادرة وزادة باش يكملوا لي سال دو سينما ياخذوه حتى بالخسارة يعطيه قادرة لا ديستريبيوسيون وناس تلقى روحها انا واحد من الناس نلقى روحي جوج عمري ما خديت هذا ما خديت حتى عرض لا دعم من الوزارة مع بار فيستيفال يبدا هو بيدو عيط لي عمري ما بار كونت نلقى مثلا ناس يعمل لك ثم شكون عمل سبيكتاكل فيه 24 ولاية شنو هي 24 برفان كل برفان غدا عليها 10 ملايين 240 مليون 240 مليون نعمل بهم كيفاه مسلح نجري بهم سليم نقول كرتوش من النجم الجنوبي دونك علاش نحكي على هذا في الـ في الـ في الـ في, الـ في القرارات بتيتر في التوصيل تاعنا سي تري امبورتون دو مونسيوني دي سوجي كونكري من اجل ثقافه وطنيه تقدم لا 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 الكل نعرفوه مي إيجا باش نحبوا نمشيو نتو نحكي على الكولتور نحبوا نمشيو للي كيما قال مرتضى وقت يمشيو للي زاسيز مش نمشيو بمقررات خاطر مقررات نجد الطايش كيما نتاع الجامعه العربيه بار كونت نمشيو افيك دي بروجي كونكري اي اسو مومون لا وقتها تو ما عادش نقولوا إيجا تبعني هو باش تبعك بالطبيعه خاطر مصلحته خاطر تو في 2018 لا بوليتيك ا شانجي سي دو سيرفيس La politique, c'est qu'est-ce que tu me proposes? C'est du service, moi, à la galbe, peut-être que je clé mes chocons, ou yo, Le conservatisme social, il propose ثقافة الخوف وثقافة الرعب وثقافة العصا وتسكر فمك والمرأة سوميز أنا جو لي بروبوز حاجة دون سون ADN
في مصلحته الاقتصادية والكولتوري ونهزه بشوية بشوية لا وانفل سي تو ولا voilà.